زوجتك نشزت وبعد ولا تعطيني حقوقي الشرعية كزوج. نشزت ولا تعطيك حقوقك الشرعية وبعد. وأنا قلت لها أن أنا هدعي عليك لكي تعطيني حقوقي الشرعية. أي قلت لها وأنا غضبان عليك حتى تعطيني حقوقك حقوقي الشرعية وبعد. وبعد أن مثلا حضرتك أنا بعد 12 سنة ببحث عن زوجي وأنا أجد وأنا صابر. فالصبر أحسن عليها وأنا أشوف زوجة ثانية. أنا أسألك سؤالا يعني. زوجتك هذه امرأة صالحة؟ لا. ها؟ لا 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 يعني لا تصلي؟ تقطع تقطع. أيوه أيوه. نصحتها ولم تنتصح؟ بالضبط كده. شربانة سنة أكثر من 10 سنين. إذا كان كما تقول أنها تقطع في الصلاة ولا تعطيك حق تعطيك حقك الشرعي وأنت تخشى على نفسك الفتنة فتزوج. انا حضرتك اتصلت بحضرتك وقلت لك انا عايز زوجة قلت لي لا ما تنفعش. انا ما اعرفش ما هو كل شيء له ملابساته كل شيء له ملابساته والله اعلم يعني ما السبب. لكن عموما على توصيفك انت على توصيفك ان زوجتك لا تعطيك حقوقك الشرعيه منذ سنوات وانت تخشى على نفسك الفتنه ونصحتها بالصلاة ولم تنتصح. صالحة أم ليست بصالحة؟ ليست بصالحة. ليست بصالحة. إذا كده بالشكل ده ماذا أقول لك؟ قد قال الخليل لإسماعيل غير عتبة بابك. السلام عليكم.